ومجموعة ديال الشباب اللي هي اساسا مجموعة ديال الحال ديال الهلال خاصة الاخوان ديال جمعية سعود وتونس. استمرت العملية حتى تقريبا العشرة حتى جاو الشباب يعني هذا صباح خبر ان محامي من مجموعة المحامي هذا اللي شفته دابا مؤخرا على مستوى يعني ضرب خطير جدا ديال الاستاذ محمد حمدي من الدفاع ديال المعتقلين اللي تعرضوا للتعذيب في المعارف ماشي في التمارة ديال العدل والاحسان، وعدد من الاخوان الشباب اللي تهرسوا لهم السيارات ديالهم وتحجزوا لهم الكاميرات واللي بورطابل ديالهم، واحيانا من طرف عناصر مدنيه هزوا الهراوات، بمعنى ما بقاش الامر يعني تدخل ديال البوليس بالفيزا ديالو، بل عناصر يعني مدنيه يعني متفاجئه بالهراوات اللي ضرب المواطنين. كان حجز ديال الكاميرات اللي معنا راه تداوهم. والصحفيين تنشدوا الشكر لهم. تنتمناو انهم يتحركوا في المسيره 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 في المس